وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سمعت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا قاله بعض السلف، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله بعض العلماء. قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. فالذي يقول الباطل ويدعو إلى الباطل هذا من الشياطين الناطقين، والذي يسكت عن الحق مع القدرة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يغير ما يجب تغييره ويسكت وهو يستطيع أن يتكلم، هذا يقال الشيطان الأخرس من شياطين الإنس يعني. لأن الواجب على المؤمن إنكار الباطل والدعوة إلى المعروف، وإذا استطاع هذا وجب عليه، كما قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه إلى مسلم في صحيحه. هذا يبين لنا وجوب إنكار المنكر على حسب الطاقة، باليد ثم اللسان ثم القلب. فلن يسكت عن إنكار المنكر وهو قادر ليس له مانع، هذا هو الشيطان الأخرس. نعم، جزاكم الله.